لو جئنا نرسم منحنى التاريخ الإسلامي سنجد طبعا على فكرة هذا أيضا ينطبق على أسبانيا. أول هجوم إسلامي على أسبانيا كان 92 هجرية، يعني بعض الناس يقول والله هؤلاء صحابة ودين جديد، لا لا 92 هجرية، طارق بن زياد الأمازيغي هذا الشعب العظيم الذي يعني كان هو الذي قاد الفتوحات في كل أفريقيا وكل أوروبا وكل شمال أفريقيا، كان الأمازيغ هم الأساس في هذا. العرب كانوا قلة وكانوا يعني مساهمين، لكن الأغلبية الساحقة كانوا هم الأمازيغ. فتحية لشعب الأمازيغ العظيم يعني. وأنا كتبت عن الأمازيغ وكتبت عن العلماء والدعاة والمجاهدين العظماء الذين أخرجهم هذا الشعب العظيم والذي لم يعطى حقه. وللأسف بعض الناس حتى يعني ينسبوا بعض أبطال الأمازيغ إلى العرب وهم ليسوا عربة، ونحن نتشرف أن أمتنا خرجت عرب وخرجت أمازيغ وخرجت أكراد ولحمة واحدة ساهمت في هذه الحضارة الشاملة. هذا الفكر يجب أن يرجع ويجب أن يعطى كل الناس حقهم، ويجب أن نشعر أن يعني هذا التبادل الحضاري هو جزء من ديننا. في فترة من فترات بدايات الإسلام تم إحصاء أكبر 30 عالم في الأمة، وتم إحصاءهم البخاري ومسلم وغيرهم في هؤلاء الكبار. 28 منهم كانوا من غير العرب، 2 فقط كانوا عرب. فالعرب لهم مساهمات، لكن المساهمات الكبرى أيضا كانت لغير العرب. فهذه ليست حضارة عربية، هذه حضارة إسلامية، فيجب أن نعيد هذه المسألة إلى أصولها.